المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. سؤال آخر بعد أن تحدثنا عن الملائكة، يقول الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله في رسالته عقيدة الإسلام، سؤال: من هم الجن؟ من هم الجن؟ ثم أجاب عن ذلك قال: هم جنس يروننا ولا نراهم، مكلفون بتوحيد الله وعبادته مثل الإنس، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم إبليس اللعين وذريته الخبثاء المضلون. ثم جميع الجن داخلون تحت مسؤولية الرسالة المحمدية، وقد بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن منهم من سرفت له السعادة. انتهى كلام الشيخ محمد المكي بن عزوز رحمه الله. كما تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى خلق ثلاثة أصناف كبرى، منهم صنفان اثنان هما الإنس والجن، الذي يطلق عليهم اسم الثقلين، والإنس والجن الثقلان مكلفون. وقبل التكليف لا بأس أن نتحدث عن عنصر آخر، الخلق. تحدثنا عن الملائكة وقلنا بأن الملائكة مخلوقة من نار، من نور، الملائكة مخلوقة من نار، بينما الجن مخلوقة من النار، والإنس مخلوق من الطين، من التراب. كل واحد عنده طبيعة، وكل واحد عنده أصل. الجن مخلوقة من النار، دليل ذلك قبل حديث النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: والجان وخلق الجان من مارج من النار، وخلق الجان من مارج من النار، سورة الرحمن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك السابق الصحيح قال: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من النار، من مارج من النار، وخلق آدم مما وصف لكم، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني وصف لنا في القرآن من طين، من حمل مسنون، من تراب. وسموا بالجن لاستترارهم عن الأعين واختفائهم، سموا بالجن لاستترارهم. نحن نقول مثلا تقول جن الليل، يعني أزدل ستاره، أصبحت الدنيا ظلام، ما عاد الإنسان يرى أشياء. وكذلك يقال الجنين، لماذا سمي الجنين؟ لأنه مخفي مصطوف في بطن أمه. ونحن قرينا في العقيدة في أول الدروس الأولى، قلنا الإيمان في ثلاثة عناصر: تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل صالح بالأركان. ما معنى تصديق بالجنان؟ يعني بالقلب. ولماذا سمي القلب جنان؟ لأنه متخفي مسطور في الباطن. قال: هم جنس يروننا ولا نراهم، مكلفون بتوحيد الله وعبادته مثل الإنس. الجن مخاطبون بالتكليف الشرعي. دليل على تكليف الجن مثل الإنس، قبل التكليف قال: يروننا ولا نراهم. دليل ذلك قوله تعالى: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. دليل ذلك في سورة الأعراف قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يمكن أن يتوسط الإنسان. نعم.
تتوصف في هيئة الإنسان جميل. عام قابلية التشكل، قد يتشكل بصوت حيوان أو إنسان موجود مثل الملائكة. الملائكة عندها قابلية التشكل. رأينا سيدنا جبريل كيف يأتي بصوت دحية الكلبي الصحابي. شيخنا تفضل. يمكن أن يقتل الإنسان جميل. على كل هذا الموضوع طويل وذو ذيول. باختصار، الناس أمام هذا الموضوع فريقان، فريق يبالغ في تعظيم الجن حتى يجعلهم يتصرفون في الكون، وهذا غلو وشطط وصفوة، وهذا جماعة لا يعترفون بهم أصلا. قلت كده خرافة كفاية، شفتهم أنت ريتهم، وخير الأمور الوسط الوسيط وشر الفرق والتفريط. فنحن نعتقد بعقيدتنا السنية أن الجن مخلوق، هم مخلوقون مثل الإنس، ولكن رب سبحانه وتعالى جعلنا طبيعة خاصة وشاف حكمة الله عز وجل لا نراها، وهذه فيها حكمة، لأنه لو كان شفناها مسؤولية سيعاقبه للمشاكل والعياذ بالله، يقول لي شر كبير. فرب العالمين سبحانه وتعالى سترهم عن العين وجعلهم مجال، معظم نشاطهم هم في الليل عندما يهجع الناس وينام الناس، وفي النهار يكون نشاط الإنس عادة. سكنهم معظم سكنهم تكون في المغارات وفي الجبال وفي الفريات وفي المناطق الخريبة والخالية البعيدة، واضح؟ وكذلك يقطنون يسكنون في البيوت، موجودة في البيوت مع ما يسكنون الجن، وما منهم الصالحون من دون ذلك كما في سورة الجن، وإنما من الصالحون من دون ذلك كنا طرائق قلدا، يعني أنواع وأشكال. وكما نحن عندنا المؤمن الصالح المصاب التقي النقي، كذلك عندهم تقاط من أهل الصلاة وأهل الإيمان وأهل الزهد. وكما نحن عندنا ملاحدة وعندنا علمانيين وعندنا كفرة وعندنا يساريين، وكذلك عندهم وعندهم السنة وشيعة وحباش ومعتزلة وخوارج، وعندهم بهائية، وعندهم يعني ملاحدة الأشكال الكل. كيف ما تشوف عند الإنس كيف ما تشوف عند الجن نفس الشيء تقريبا، وعندهم عائلات، ولكن أصنافهم فيها أصناف شرسة مثل المرض والعياذ بالله خبيثة، وفما أشياء أنواع عادية. القضية كما قلت لا نبالغ في تهويل هذا العالم حتى يولي كل إنسان مريض ومصروع ومحسوس، وكما في سقوط خان هذا الحقد مسحورة، أي شيء توقع أنا من تحت يديها من تحت ساقيها، أنا عاملي لي وأنا لي وعلي، هذا مبالغات وغلو. وكذلك نستهين بهم ونكرم المعتزلة مثلا وبعض الإسلاميين العقلانيين بين الأفراد أكل المفكرين وكذا، يمكن هذا يقول لا وجود للجن وخرافات كلام فارغ مش صحيح، هذا كلام فارغ وهذا شطط. بالعكس، الله سبحانه وتعالى جعل الصورة كما سماها صورة الجن، هذه مخلوقات موجودة تعيش معنا وعندها أثر في الواقع. الخلاصة اللي يخرج بها الإنسان هو أن رب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا من الضمانات ومن التحصينات ومن الأنظمة حتى نتعايش مع هذه المخلوقات. لما الإنسان يكون قريب من الله عز وجل، مطيع من الله عز وجل، ملتزم بالآداب والأذكار الشرعية، فبإذن الله يكون في حالة سعادة وفي أمن وأمان. الإنسان المسلم الذي يواظب على صلواته يكون محفوظ بحفظ الله. وذكرنا نحن في موضوع الملائكة أن الإنسان لما يكون إذا كان مطيعاً لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يكرمه بمزيد من الحفظ ومزيد من الأمن والأمان. ونذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي. واضح؟ الإنسان كذلك إذا نام في الليل يغيب عن الوجود وعن الوعي، ما يدري ايش يحصل له. وفي الليل فما حشرات وفما آفات وفما هوام، ما الذي يحفظك من هذه الشرور؟ الله العزيز الغفور سبحانه وتعالى. ولذلك شرع لنا العديد من الآداب والأذكار والأدعية الشرعية عند النوم، لأنه مرحلة حساسة للإنسان حتى ينام وحتى يهجع وحتى تتجدد الخلايا وتتجدد الطاقة نتاعو، لابد له أن ينام. الله سبحانه وتعالى هو الحي لا يموت، قيوم لا ينام، أما العبد فهو محتاج إلى النوم.
ما الذي يحفظك من النوم؟ الله جل في علاه. فإذا حرصت على الاتيان بالأذكار الشرعية، رب العالمين سبحانه وتعالى يقيد لك ملائكة أن تحفظك حتى تستيقظ. وكما أن الأدلة الشرعية هي الوضوء عند النوم، عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو يوصي الصحابي، قال إذا أتيت مضجعك يعني فراشك فتوضا وضوءك بالصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك ووضع امري اليك ورجعت ظهري اليك رغبه ورغبه اليك لا ملجا ولا منجا بك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلته وبنبيك الذي ارسلته. قال فان مت مت على الفطره، يعني على التوحيد والاسلام. هذا شيء عظيم، هذا كنز. ونبينا عليه الصلاه والسلام لما جاء ابو هريره ويخص عليه قصه ذلكم الشيطان الذي جاء يسرق من طرف الصدقه فامسكه فقال اعلمك شيئا ينفعك. قال ماذا ستعلمه؟ قال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي حتى تختمها فانه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تستيقظ. يحفظك الله سبحانه وتعالى من شياطين الجن اذا قرات ايه الكرسي. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الايه. فلما قص ذلكم الحديث على النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال النبي؟ قال صدقك وهو كذوب. يعني هذه اصبحت سنه تقريريه. نقرا ايه الكرسي كل ليله بنيه الحفظ فيحفظه الله عز وجل. كذلك يقرأ المسلم إذا نام الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. حتى أن كثرة كان يحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كان يقول في الحديث الصحيح من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه كفتاه. يقول الشوكاني في كتابه الماتع تحفة الذاكرين في شرح عدة الحسن الحصين، كتب الإمام الجزري كتابا سماه عدة الحسن الحصين من أدعية سيد المرسلين، تحدث على العدة. هو يعد العدة ولا شنو العدة التي تحفظك في يومك وليلتك؟ كتب كتاب في الأدعية والأذكار كما الجزري صاحب الجزرية المقر. جاء الشوكاني فشرح هذا الكتاب سماه تحفة الذاكرين بشرح عدة الحسن الحصين، كتاب جميل. اشتروا نسخة محققة، وأحسن نسخة رأيتها الآن هي طبعة دار الحديث محققة ومخرج الحديث. يقول الشوكاني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، يقول كفتاه لأهل العلم في هذه اللفظ قولان، قيل كفتاه من قيام الليل وقيل كفتاه بكل شهر. يعني يصلي ركعتين ويقرا فيهم الايتين اخر سوره البقره كريم قبل تكفيه من قيام الليل، هذا معنى. وقيل كفتاه يعني كفتاه بكل شهر، تكفيك وتحميك وتحفظك وتحصنك هاتين الايتين من كل شهر. فالانسان يقراها لا باس، خير كثير. شفت؟ فلما تقرا ايه الكرسي اذا نمت وتقرا الايتين الاخيرتين من سوره البقره وتكون متوفيا وكذلك تنام الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يرسل اليك تعزيزات، ما هي امنيه ولكن تعزيزات ملائكيه تحفظك حتى تستيقظ. وين تبقى عليه؟ مره ندرس في حديث النبي عليه الصلاه والسلام من صلى الصبح في جماعه كان في ذمه الله حتى يمسي. قلت له هذه كنت يسمع بها اوباما ورئيس فرنسا والحكام والظلمة تو يواظبوا على صلاة الصبح في الجامعة، لأنهم يدفعون أموالا طائلة لحراسهم الشخصيين البوليغارد، ومع ذلك يقتلون ويموتون. فقضية ما هي قضية حراسة، قضية تقوى وصلاح واستقامة. فكلما حافظت على دينك حفظك الله عز وجل. وهذا عمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه أحمد في المسلم والترمذي في السنن بسند حسن. قال النبي عليه الصلاه والسلام وهو يوصي ابن عمه ابن عباس رضي الله عنه، قال له يا غلام اني اعلمك كلمات
يعني حلو فيك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فكلمة احفظ الله يحفظك تلخص لك قضية الأمان والأمن والسلام والسلم. فكلما حفظت على شرع الله وعلى فرائض الله وأقمت دين الله عز وجل، كلما حفظك الله سبحانه وتعالى. كنت في الحلقة التي قبل هذه أدرس الأخوات وأتينا على بعض هذه المعاني، قلت لهم لماذا بعض الناس مفتونون بالشرور والمصائب والابتلاءات؟ لأنهم ابتعدوا عن رب العظيم السنوات. كلما جعلت الله جل في علاه هو كل حياتك وكل شأنك وكل قضيتك، كل ما ربي يكفيك هموم الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشبت عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له وكتب له. فعلى المسلم أن ينام ويصبح وهو مهموم مشغول بالله عز وجل ثم بالآخرة، يفكر في كل وقت محين كيف يرضي ربه سبحانه وتعالى، كيف يتقرب إلى مولاه، كيف يحصل الأجر والثواب الذي يؤهله لدخول الفردوس الأعلى جنة رب العالمين. فعلى الإنسان أن يعمر قلبه بالله حتى لا ينشغل بسواه. نحن مفتونون بالدنيا، مفتونون بالشرور، وقد غلبت علينا وجارت علينا الشياطين والإنس والجن بسبب بعدنا عن الله عز وجل. لاحظ هذا الحديث الجميل اللي ما عندوش علاقة ممكن ظاهرين بها الأمر. في سنة أبي داود وسنة الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفاء، يعني سكن البادية، تولي عنده قسوة أو جفوة أو غلظة، من بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل. قل إذا غرم الصيد سواء كان بر ولا حر ينسى حقوق دينه ودنياه ويضيع أموره ومسؤولياته. قال: ومن بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. هذا الحديث جاء في دعوات من بعض الرؤساء والسلاطين فرفضتها لأني ما أستخدم هذا الحديث. كل ما ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعتذر، أنا لا أذهب إلى السلاطين، لا أذهب إلى الحكام. اسمع بقية الحديث. قال: وما ازداد العبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. شفت؟ يعني ترتكب بعض المعاصي إلا وتبتعد عن الله عز وجل. فهم وقضية والشغل الشاغل المسلم هو أن يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى. كلما كنت قريبا من الله إلا وكنت في أمن وأمان وسلم وإسلام. فعلينا أن نقطع جميع العلائق والعوائق كما يقول ابن القيم رحمه الله، واضح؟ حتى نتفرغ يا رب العالمين. فشياطين الإنس والجن هذا رفاق لا قيمة لهم أمام قوة رب العالمين. تعرف ما الذي يجعلك ديناصورا؟ ما الذي يجعلك عملاقا؟ ما الذي يجعلك غولا في هذه الدنيا وملكا في الآخرة؟ هو طاعة الله عز وجل، هو ذكر الله عز وجل، هو حسن التوكل على الله عز وجل. المسلم إذا كان مهموما بالله مشغولا بربه سبحانه وتعالى يقوم صباحا ويمسي مساء وهو يفكر كيف يرضى الله عز وجل، مشغول بطاعة الله، مشغول بخدمة دين الله، مشغول بالدعوة في سبيل الله. كلما وقع في معصية إلا وتجده باكيا حزينا مكتئبا حريصا على إرضاء ربه، حريصا على إزالة الحجب التي بينه وبين الله. يقول لنا الغزالي رحمه الله:
في كتابه ماذا احياء علوم الدين يقول: اعلم ان الذنوب حجاب عن المحبوب. ما شاء الله تبارك الله. اعلم ان الذنوب حجاب عن المحبوب، يعني اذا اذنبت ذنبا نزل حجاب بينك وبين الله، ابعدك عن ربك جل في علاه. فعلى المسلم ان يزيل الحجب التي بينه وبين الله. ما هي هذه الحجب؟ هي الغفله والمعاصي. فالانسان اذا كان مشغولا بالله عز وجل، اذا كان مدمنا على ذكر الله، مهموما بخدمه دين الله، فلن تجد له شياطين الانس والجن سبيلا. لا يمكن يشغلك شيء من بعد مع الله عز وجل، لان القلب ليس فيه مساحه لغير الله. محبة الله عز وجل، الأنس بالله عز وجل، الانشغال بطاعة الله قد استحوذت على كل المساحات في قلبك، فلم تترك ولو مسافة أو مساحة قليلة لغير الله عز وجل. والإنسان إذا كان هكذا فهو أسعد الناس، وهو أطهر الناس، وهو أقوى الناس في هذه الدنيا، وكذلك يكون سعيدا في الآخرة بإذن الله تعالى. أما الإنسان إذا ملأت قلبه هموم الدنيا والشهوات والأموال، ومشغول بالزوجة والأولاد وبالدور والقصور وبالسيارات وكذا وكذا، فهو بعيد عن الله عز وجل. ولذلك يا رب العالمين سبحانه وتعالى، نحن ما ننظر في ذلكم الحديث الجميل الذي صح في البخاري، يقول في رب العالمين سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، اسمع، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذني، وفي روايه استعاذ بي، لأعيذنه. انت اذا كنت مهموما بذكر الله، منشغلا بطاعه الله، همك الوحيد هو مضاد الله، تصبح عندك قوه ربانيه، طاقه الهيه، تنظر الى الله، تضرب وتبطش بقوه الله، وتمشي ببركه وتوفيق الله. الله سبحانه وتعالى يبارك لك في جوارحك. انظر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، قال له رب سبحانه وتعالى: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله يرمي، نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاك هذه البركه وهذه القوه وهذه الطاقه حتى اصبحت تتحرك بقوه الله عز وجل. فعلى المسلم ان يستحضر هذه المعاني. صحيح انت عبد ضعيف وانا عبد ضعيف، ولكن بعون الله عز وجل نصبح مثل الديناصورات، لنا طاقه غير عاديه. انظر الصحابه الكرام، قله قليله، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، والله مع الصابرين. سيدنا ابو بكر الصديق يخاطب عدوه من اهل الكفر، يقول له: لقد اتيتك برجال يحرصون على الموت كما تحرصون انتم على الحياه. وفي روايه اخرى يقول: لقد اتيتك برجال لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها. من اين لهم هذه الطاقه؟ الواحد منهم كان سوبرمان، يعني ما هو انسان عادي. ما الذي جعله هكذا؟ هي تقوى الله. سيدنا عمر بن الفاروق رضي الله عنه لم يكن لديه دبابات ورشاشات ورجمات صواريخ وطائرات نفاثه ولا أسلحة كيميائية ولا شيء، كان بسيطا عربيا عاديا في الجزيرة العربية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: يا عمر، إن الشيطان لا يفرق منك، كلما سلكت فجا سلك فجا غيرك. الشيطان هذا المريد الذي أتعب الخلق يخاف من عمر، إذا سمع بعمر هنا في حي نسيان يفر إلى فشانه، لا يبقى هنا. لماذا؟ لأن عمر كان يخاف الله، كان يتقي الله، لا يرتكب معاصي الله. شوف،
فالتقوى وهل يقولونها بالتقوى تقوى، فعلى الإنسان أن يتقلها عز وجل. الجن نعود إلى الجن مخلوقات موجودة معنا، وأراد الله عز وجل أن نتعايش. ما الذي يحفظنا من شرهم وما الذي يحفظهم من شرنا؟ هو ذكر الله عز وجل. أعطانا الله سبحانه وتعالى تحصينات شرعية وضمانات إسلامية تحفظ الجن منا ومن شرورنا ومن أخطائنا، وتحفظنا نحن من الجن. تقول لي أنت كيف نحن نؤذي الجن؟ نعم، قد نلحق نحن الضرر بالجن من حيث لا نشعر. أقص عليه قصة طريفة. الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، رجل كبير في السن، شيخ يدرس الحرم المدني أظن إلى الآن من الجزائر معروف، عنده كتاب منهاج المسلم، وعنده تفسير القرآن، وعنده كتاب في السيرة، لا بأس، من الدعاة المعروفين. يقص قصة في أحد كتبه، قال: كنا نعيش في الجزائر، عندي أختي في يوم من الأيام عندها رحاب، الرحاب الذي ترحل بها القمح الشعري، قال: فألقت بالرحى من فوق علو، فسقطت الرحى على الأرض. لما سقطت الرحى على الأرض، رحى يعني حجارة كبيرة، حجارتين واحدة فوق الأخرى، فلما سقطت على الأرض خرج انقدحت شرارة من النار وخرج دخان، فتعجب الناس. بعدها مباشرة صارت هذه الفتاة تصرع ومريضة، فعندما قرأوا عليها في الرقية تكلم على لسانها هذا الشيطان وقال: لقد قتلت أختكم قبيلة كاملة منا ونحن ننتقم لأجلهم. هي عن جهة، لو قالت بسم الله لما وقع أي شيء. كلمة بسم الله فيها سر عجيب، هي صمام أمان، هي أحسن وقاية وأحسن وسيلة للحفظ. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول بسم الله إذا دخلنا بيت الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا أكلنا باليمين بسم الله. إذا أتى الإنسان زوجته يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا خرج من بيته بسم الله: آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا دخل بيته بسم الله، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، على الله ربنا توكلنا، اللهم نسألك خير المولج وخير المخرج. شفت؟ في كل حركاتنا نجد بسم الله. إذا قرأنا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، لماذا هذه البسملة؟ لماذا هذا الذكر في كافة الحركات والسكنات؟ حتى يكون الإنسان في أمن وأمان. مرة من المرات دخلت إلى بيتي وأخلقت الباب بشدة، طاق يعني خبطة، ضربت الباب بشدة خبطة قوية، وبعد ذلك التفت وجدت صبيا ينام، ابن جيراننا يعني نربيه عندنا ينام عندنا، صبي صبي. فتعجبت كيف لم يستيقظ وكيف لم يفزع هذا الصبي. قلت سبحان الله، وبعد ذكرت أني قلت بسم الله. فلبس علي الشيطان ودعاني إلى أن أعيد الكرة. قلت والله لا بأس أن أجرب مرة ثانية، وهذا سوء أدب مني، غفر الله لي ولكم. فأعدت التجربة وقلت سأضرب الباب أشد من المرة الأولى، وقلت بسم الله بيقين طاق، وخبطت الباب فلم يستيقظ الصبي. فعلمت أن كلمة بسم الله هي التي قتلت الصوت، وهي التي حفظت الصبي من الفزع ومن الخوف. فكلمة بسم الله فيها سر عجيب شتان بين الطعام الذي تبسمل عليه والشراب الذي تبسمل عليه والغنى الذي تأكله بدون بسملة. يشاركك الشيطان في الأكل والشرب والجماع إلى ذلك إذا لم تذكر اسم الله عز وجل. واضح؟ فكما قلنا الناس والصنفان، ثم من ينكر هذا العالم تماما ويغلو في ذلك وهذا ما هو صحيح،
وفهم المبالغ حتى يجعل الجن هو الذي يتصرفون في الأكوان. لا، هم عباد مخلوقون وفيهم الصالح وفيهم الطالح، لا علاقة لنا بهم، لا نتواصل معهم، ندعوهم إلى الإسلام إن تيسر لنا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم وقال تعالى كما في الآية معروفة: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا إلى قومهم منذرين، شوفوا السرعة، ها ما هم زينا احنا نايمين، يعني الدعاء في الجن ما شاء الله ماشيين زينا نحن. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به. شفت ردت الدعوة ما شاء الله تبارك الله. فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة الجن وقرأ عليهم آيات وكذا وكذا بلغهم الإسلام، فهم مكلفون يصلون معنا في المساجد، يطوفون معنا في الحج، يصومون معنا رمضان، يجلسون معكم كذلك في الدرس في القاعات وفي الجمعيات في الجامعات، وفيهم الصالح والطالح وفيهم قوي الإيمان وضعيف الإيمان. فنحن ما أنا مطالبين بالدخول معهم في علاقات، لكم دينكم ولي دين، هم لديهم عالم ونحن عالمنا، نحن ننشغل بالله عز وجل. إذا انشغلت بالله عز وجل ذابت وانحت وسقطت كل الأشياء الأخرى. أما الإنسان إذا كان قلبه فارغ وهو مشغول بالله عششت فيه وسوس الشيطان وركبته الهموم وكثرت عليه المشاغل والعياذ بالله، فنصيحة انشغلوا بذكر الله فستكونون في حفظ الله عز وجل. قال الشيخ المكي: مكلفون بتوحيد الله وعبادته مثل الإنس. ما الدليل على ذلك؟ نكتب شيخ هذه الآية: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون سورة الأنعام، يا معشر الجن والإنس الاثنين ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا الصالحون ومن دون ذلك. دليله في سورة الجن: وإن منا الصالحون ومن دون ذلك، تعليم على منهم الصالحون ومن دون ذلك. دليله في سورة الجن قوله تعالى: وإن منا الصالحون، في قراءة حفص وأن منا الصالحون، لكن نحن في قراءة نافع وشقرون وإن منا الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قليلة بل لديهم رحمة. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. نعم أحسن، في سورة الذارية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا بيان تكليف يجي في الدليل قبل ممكن أحسن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان عندك وسواس أن رب العالمين محتاج لعبادتنا، يبطل رب العالمين هذا الظن الفاسد بقوله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى غني عليهم وعلى أفعالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن رب العزة سبحانه وتعالى، ذلكم الحديث القدسي الجليل الذي كان كما قال الإمام النووي رحمه الله:
كان أبو إدريس الخولاني إذا قرأ هذا الحديث جثا على ركبتيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس لأهل الشام حديث أعظم من هذا الحديث. ما هو هذا الحديث؟ حديث الظلم، حديث القدسي، حديث أبي ذر الغفاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبوه عن رب العزة سبحانه وتعالى، قال الله جل في علاه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تضاروا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي اسمع هذا هو الشهد، بيان غنى الرب سبحانه وتعالى عن أعمال العبد. يا عبادي لو أنا أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا. لو كان قلوب الجميع إنس وجن تكون مثل قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في الملك شيئا. يا عبادي لو أنا أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لو أن قلوب المخلوقات 8-7 مليارات بشر وثم مثلهم 1000 مرة جن تقريبا، لو الكل يصبحوا قلوبهم مثل قلب الشيطان هل ينقص ذلك من ملك الله شيئا؟ يسقط رب العالمين في الانتخابات؟ لا، ما هو مثل البشر، ما هو رئيس، ما هو حاكم، ما هو سلطان زي المخلوقات. الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، مستوى على عرشه بائن من خلقه، هو ملك الملوك، هو ملك الملوك، وهو يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فلا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. واضح؟ الله أكبر. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الله غني علينا وعن أفعالنا، فلا على الإنسان أن يضع هذا في قلبه وأن يستيقظ من غفلته ولا يعني يفتخر بأعماله ولا يتباهى بطاعته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، شكرا لنا. شكرا عبد الله، تفضل. سؤال عن الاستواء الشيخ. تفضل. في أحد المناقشات في الجامعة عندنا، أحد الطلاب قال: إذا الله استوى في استوى العرش، إذا الرحمن استوى العرش، أين كان الرحمن قبل أن يستوى العرش؟ هذا السؤال الذي سألني إياه، وهنا فضل عقل الطلاب في القسم. وردكم. أنا رديت بكلام إمام مالك يعني، وأيضا ولكن يعني لا يقنع مع الأسف الشديد. شكرا محمد رسول. هو أحسن لفهم هذا الموضوع قراءة شرح حديث النزول، شرح حديث النزول للحافظ ابن عبد البر في كتاب التمهيد أظهر المجلد 7 شرح حديث النزول. يتنزل ربه في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل ندعي فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ الآن اشتغال جيوش الإسلامي على غزو تبوك، هل المعتدلة والجهمية أم لا؟ يعني تحدث عنه كذلك وبسط في القول. والشرح الثاني هو الشرح حديث النزول لابن تيميه مطبوع كذلك، كتاب جميل في توضيح هذه المسائل. الذين يرفضون قضية الاستواء
سوى على عقيدة السنة يقولون إذا صدقنا بما ذهبتم إليه فسنجعل الله عز وجل في مكانه، سنحصره في مكانه، والله سبحانه وتعالى لا يحوزه مكان ولا زمان، هو فوق المكان والزمان. هذه صفصة تاع فلاسفة اليونان، نحن لا ندري، الكلام هذا الفلسفي لا يهمنا، نحن نسير حسب النصوص. قال الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى، نقول نحن استوى بس. كيف متى بعد ولا قبل لا ندري، لا نشيد. واضح؟ استوى استوى، يتنزل يتنزل، استواء يليق بجلاله ونزولا يليق بجلاله وكماله. واضح؟ إذا مش تشغل عقلك في الحيثيات والتفصيلات وتعمل هالقياسة العقلية المنطقية تخرج عن عقيدتها للصنع وتولي والعياذ بالله مثل المجانين بتاع الفلاسفة ولا تخرج بنتيجة. هكذا كان الصحابة، فنحن نسلم لما جاء من الكتاب والسنة ولا نجادل. الإمام المالك رحمه الله وبعض أئمة أهل السنة كانوا ينهون عن مجادلات أصحاب الكلام لأنها ضلالات والعياذ بالله. طيب، إذا رأينا هذه الخصائص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومنهم إبليس اللعين وذريته الخبثاء المضلون ثم جميع الجن داخلون تحت المسؤولية والرسالة المحمدية وقد بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم فآمن منهم من سبق والسعادة. دليل ذلك أن نكتبه إن شاء الله وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن في سورة الأحقاف. يعني دليل تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى الجن قوله تعالى في سورة الأحقاف وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. ويتصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سورة الأحقاف. وقوله تعالى في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. من عنده ملاحظة يتفضل. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.